توجت مريم الخطيب لاعبة المنتخب الوطني للسامبو بالميدالية البرونزية خلال منافسات البطولة الإفريقية للسامبو في نسختها 17 والمقامة في المغرب حتى 22 من مايو الجاري في الدار البيضاء، ويشارك بها 22 دولة من القارة السمراء. ففي منافسات السامبو سوبرتيف وزن 59 كيلوغرام فازت مريم الخطيب على بطلة جيبوتي ثم لقيت الهزيمة أمام بطلة نيجيريا.